لدينا الآن السؤال السادس. يقول السؤال السادس: اكتب معادلة القطع المكافئ الذي محور تناظره يوازي محور التراتيب، يعني L يوازي OY، بس مشان نعرف حالنا L يوازي OY. اكتب معادلة القطع المكافئ الذي محور تناظره يوازي محور التراتيب ويمر بالنقاط النقطة M1 إحداثياتها 3-0 والنقطة M2 إحداثياتها ناقص 5-0 والنقطة M3 إحداثياتها 0.-5. إذن اكتب معادلة القطع المكافئ الذي محور تناظره يوازي محور التراتيب ويمر بالنقاط M1 وM2 وM3. طلاب، باعتبار الـ L يوازي OY، ماذا سيكون شكل المعادلة؟ نقلونا إياها. أحسنتم جميعا، هذه المعادلة من الشكل x ناقص x صفر للتربيع يساوي 4 بي بي y ناقص y صفر. لتحديد المعادلة هنا إيجاد x صفر والy صفر والبي، أليس كذلك؟ هذا الثابت وهذا الثابت وهذا الثابت. إذا أمعنت النظر في السؤال لا يوجد لدي محرق أعتمد عليه، لا يوجد لدي ذروة أعتمد عليها، لا يوجد لدي دليل أعتمد عليه، فقط يوجد لدي ثلاث نقاط من القطع. ما هو العمل في حال وجود ثلاث نقاط؟ باعتبار هذه النقاط تنتمي إلى القطع، معناه إحداثيات النقاط ألا تحقق معادلة القطع؟ أعوض بالقطع، معناته أعوض هذه النقاط الثلاثة في هذه المعادلة فأحصل على جملة حل ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل. نعم، السؤال غريب شوي ولكن ممتع جدا ورائع. إذا لاحظوا جميعا، أعطاني ثلاث نقاط، لذلك لكي أعرف أو لكي أوجد الثابت x0 و0 b وأعوض النقاط الثلاثة في معادلة قطع، طبعا مثلا نقطة M التي إحداثياتها 3-0، الثلاثة وين بدي أعوضها؟ أريد الإجابة منكم. الثلاثة وين راح أعيد الجواب؟ تماما أعوض في x وليس x0. x0 طلابنا للذروي، يعني الاكس بدي اعوضها 3 والواي بدي اعوضها 0، هون الاكس بدي اعوضها ناقص 5 والواي بدي اعوضها 0، وهون كمان في ام 3 الاكس بدي اعوضها 0 والواي ناقص 5 وفق ما يلي. لاحظوا الطلاب هذا الحكي حكيناه، بما ان ال يوازي او واي عندئذ معادله القطع من الشكل اكس ناقص اكس 0 للتربيع يساوي 4 بي بي واي ناقص واي 0، علينا ايجاد الاكس 0 والواي 0 والبي، نعوض ام 1 وام 2 وام 3 في معادله القطع، نجد لاحظ اني عندي الام 1 احداثياتها 3-0، وعوض في المعادله بدي اعوض الاكس 3 ناقص اكس 0 للتربيع تساوي 4 بي بي 0 ناقص واي 0، عوضت الام 1، بعوض الام 2، ام 2 ناقص 5-0 هذا يؤدي بالتعويض، لاحظوا عيني ناقص 5 ناقص اكس 0 اليس كذلك، للتربيع يساوي 4 بي بي 0 ناقص واي 0، والام 3 0-5، لاحظ الاكس هنا 0 يعني 0 ناقص اكس 0 والكل التربيع يساوي 4 بي بي ناقص 5 ناقص واي 0. بكتب هذه المعادلات الثلاثة بشكل أفضل، يعني مثلا أنا هون عندي بالمعادلة الثانية ناقص 5 ناقص x صفر، مظهر نوعا ما هيك مو كالواجب. إذا أنا أخرجت الناقص عامل مشترك من هذين الحدين والتربيع ما بينزل على الناقص وعلى القوس، ولا كأنه الناقص موجود هون، أليس كذلك؟ يعني هاي نفسها 5 زائد x صفر والكل التربيع. الأربعة بي بي صفر ناقص y صفر، فوتوا للأربع بي على القوس، صفر ناقص أربع بي واي صفر، نفس الشيء هون، صفر ناقص أربع بي واي صفر، وهون الناقص خمسة خلوني طالعها عامل مشترك من هالقوس، بصير ناقص أربع بي، الناقص أعتذر وليس الناقص خمسة، ناقص أربع بي بخمسة زائد واي صفر من خلال الشكل، انظروا جميعا، صفت شكل المعادلات، ثلاثة ناقص إكس صفر والكل التربيع يساوي ناقص أربع بي بواي صفر، هاي راح أسميها المعادلة الأولى. لاحظوا عينيه هذه المعادلة الأولى، نعم هذه المعادلة الأولى، تمام. المعادلة الثانية مثل ما قلنا لكم نخرج الناقص عامل مشترك، أليس كذلك؟ بصير عندي 5 زائد x صفر والكل التربيع يساوي ناقص 4 بي واي صفر، دخلت ال 4 بي على القوس، والمعادلة الثالثة صفر ناقص x صفر للتربيع x صفر مربع،
والناقص أخرجت عن المشترك ناقص 4 بي بخمسة زائد واي صفر، إذا هاي بتكون المعادلة الثالثة، والفوقها بتكون المعادلة الثانية. الآن بالحل المشترك لجملة المعادلات الثلاث واحد واثنين وثلاثة، في الحقيقة طلابنا أنتوا أول مرة بتتعاملوا مع هيك نوع من الحل، لذلك هذا النوع وهذا الحل يعتمد نوعا ما، يعتمد على الذكاء، يعتمد على النظرة الرياضياتية البحتة في التمرين. كيف سوف أحل هذه المعادلات حلا مشتركا؟ واضح أنه أنا أمام معادلات من الدرجة الثانية، ثلاث مجاهيل، لا أبو عينين، بدي أعتمد على طرق الحذف، الاختصار، الجمع، الطرح، المساواة. إذا أمعنت النظر في المعادلة الأولى والثانية، أليس الطرف الأيمن من المعادلة الأولى هو ناقص 4 بي واي صفر؟ والطرف الأيمن من المعادلة الثانية هو ناقص 4 بي واي صفر؟ إذا أنا ساويت المعادلتين بالتساوي كما أقول، أو في ناس بيقولوا بالطرح، انقلت بالطرح بصير بالطرح بخلص من هاد، يعني هذا بيروح مع هاد، أو بالمساواة، يعني ناقص 4 بي واي صفر تساوي ناقص 4 بي واي صفر، بصير عندي 3 ناقص اكس صفر والكل التربيع يساوي 5 زائد اكس صفر والكل التربيع. في ناس بتقول بالطرح والكلام اثنين بصير، انا قلت بالمساواة، مساواة واحد واثنين، لاحظ احصل على 3 ناقص اكس صفر والكل التربيع يساوي 5 زائد اكس صفر والكل التربيع. واذا انا امام معادلة بمجهول واحد بفك المتطابقات مثل ما بعرف، مربع الاول ناقص 2 بالاول بالثاني زائد مربع الثاني 9 ناقص 6 اكس صفر زائد اكس صفر مربع، ما بفك المطابقة الموجودة في الطرف الايمن 25 زائد 10 اكس صفر زائد اكس صفر مربع، اكس صفر للتربيع في الطرف الايسر مع اكس صفر للتربيع في الطرف الايمن بيروحوا مع بعض، بيكون هيك يريحوك كثير بالتمرين. لاحظ، واذا انا امام معادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد الا وهو الاكس صفر، مجاهيل بطرف معالم بطرف، الناقص 6 اكس صفر بارضها بتنتقل لعندها ال 10 اكس صفر بشارة سالب، ناقص 16 اكس صفر مربع يساوي ال 25 بتنتقل لعندها ناقص 9، 25 ناقص 9 يساوي 16، ومنه اكس صفر مربع. نعم هنا اكس صفر وليس اكس صفر مربع، هذا خطا مطلع انتبهوا عليه. لاحظ هنا ناقص 16 اكس صفر يساوي ال 16، ومنه اكس صفر يساوي الحر على المقيد 16 على ناقص 16 والتي تساوي الناقص 1. هلا طرحنا صور بجعبتنا الاكس صفر، من المجهولين الثلاثه حصلت على مجهول، لازم احصل على المجهولين الباقيات الواي صفر والبي. نعم انا سويت المعادله الاولى والثانيه، قمت حصلت على الاكس صفر، في عندي المعادله لسه ما اشتغلت فيها الا وهي المعادله الثالثه، أليس كذلك؟ لأعوض قيمة إكس صفر في 3، أعوض قيمة إكس صفر في 3، إذا عوض قيمة إكس صفر في 3 بصير مع الطرف الأيسر 1 ناقص 1 التربيع 1، 4 بي ب 5 زائد واي صفر، تمام؟ وخلوني أعوض الإكس صفر على سبيل المثال يا بواحد يا باثنين، وإذا أنا أحل جملة معادلتين بمجهولين كما هو موضح لدينا بالحال، إذا أنا عوضت الإكس صفر في المعادلة الثالثة، لاحظ بصير عندي واحد يساوي ناقص 4 بي بخمسة زائد واي صفر، خلوني اكتب البي بدلالة حدود المعادلة، هذا يودي بي تساوي الحر على المقيد، البي انا بدي البي اكتبها بدلالته، لاحظ البي تساوي واحد على ناقص 4 فتحت قوس خمسة زائد واي صفر، انا كتبت البي بدلالة باقي حدود المعادلة، اليس كذلك؟ طلاب هاي البي، تمام كويس. انا اقول بدي اسمي هاي المعادله الرابعه، هاي المعادله اللي كتبتها بدلاله البي بدي اسميها المعادله الرابعه، راح اعوض المعادله الرابعه وقيمه الاكس صفر على سبيل المثال ولتكن لدينا في المعادله الاولى، راح اعوض قيمه الاكس صفر والبي بدلاله الواي صفر في المعادله الاولى، احصل على معادله بمجهول واحد كما هو موضح لدي، 3 ناقص الناقص 1 والكل التربيع يساوي ناقص 4 بي، بدي اعوض البي 1 على ناقص 4 فتحت قوس 5 زائد واي صفر بواي صفر، 4 بنص 4 بالمقام روح، 3 ناقص الناقص 1 4 للتربيع 16، واي صفر على 5 زائد واي صفر طرفين في الوسطين، 16 بي
5 زائد واي صفر تساوي الواي صفر. طرفين في الوسطين. فوت ال 16 على القوه 16 ب 85 زائد 16 واي صفر يساوي الواي صفر. 80 زائد 16 واي صفر ناقص واي صفر يعني 15 واي صفر ما جاي بطرف عن طرف يساوي ناقص 80 وعليه الواي صفر تساوي الحر على المقيد ناقص 80 على 15. بدي اختزل الكسر بقسم البسط والمقام على 3 واذا انا احصل او على 5 معليش لان لان ال 80 مطبق قسم على 30 عفوا 80 على 5 تساوي 16 مسبوقه بشرط ناقص على 15 على 5 وتساوي 3 واذا الواي صفر حصلت عليها قديش تساوي ناقص 16 على 3. انا هلا صارت جعبتي الاكس صفر والواي صفر بقي علي حساب البي انا عوضت بواحد بصير عوض الاكس صفر والواي صفر ونعوض باثنين يجوز ونعوضت بثلاثة الاكس صفر والواي صفر يجوز ولكن اقرب شيء للتعويض انا وهي المعادلة اربعة اليس كذلك؟ لاحظ وعوض الواي صفر في اربعة احصل على ان بي تساوي واحد على ناقص اربعة بفتح قوس خمسة زائد الناقص 16 على 3 اليس كذلك؟ انظر نعوض واي صفر في المعادلة اربعة البي تساوي واحد على ناقص اربعة بخمسة ناقص 16 على 3 الخمسة 15 على 3 15 على 3 ناقص 16 على 3 تساوي ناقص ثلث واحد على ناقص اربعة بناقص ثلث يعني واحد على اربعة على 3 نعم بعيدين بس قريبين مقام هذا الواحد مقام واحد والتي تساوي 3 على 4 قيمة بي 3 على 4 نعوض الاكس صفر والواي صفر في معادلة القطاع اكس ناقص الناقص واحد التربيع تساوي 4 بي 4 ب 3 على 4 يعني 3 بواي ناقص واي صفر واي ناقص 16 على 3 زائد 16 على 3.